متجددا بكم مشاهدين الكرام ومتابعين الاعزاء. شوطنا مستمر، شوط ينتهي وشوط يبدا من جديد ليحمل في طياته هذه الشعارات وهذه الاسماء الغوية التي تتنافس من اجل انتزاع النصر في هذا الصباح. ينطلق شوطنا الرابع الخاص بالجعدان الفتامين، نتابع المقدمة والمركز الاول مباشرة. هنا من ياتينا على المقدمة الحذر، عيسى بن سعيد بن محمد العويسي على المقدمة والمركز الاول، بينما الغدوم على المركز الثاني من ادهم عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي، بينما التسلل على المركز الثالث هذا مزعج خليفة بن محمد بن خليفة الغفلي، بينما في المركز الرابع الوصول من الجانب الاخر اللي تقدم حشيم احمد بن علي بن مطر برقيبة الخاطري، بينما في المركز الخامس اجد نقد لعلي بن عبد الله بن غصاب الهاجري. هكذا النتيجة والنداء للخمسة المراكز الاولى، ولكن نعود الى المقدمة، نعود الى المركز الاول والصدارة الاولى، هذا هو حشيم يغير الى المركز الاول ويغير الى الصدارة بشعار احمد بن علي بن مطر برقيبة الخاطري، ولكن اللي تحرك الله 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 مزعج مزعج مزعج، غير الى المقدمة وتسلل خليفة بن محمد بن خليفة الاغفلي، شعار سمهرم شعار سمهرم صاحبة التوقيت الافضل، ها هو ينطلق الاغفلي على المقدمة الاولى، سلام للغفلي، سلام للمرة الثانية في هذا اليوم، نزف التهنية لهذا الشعار، تهانينا والناموس. بينما وصل في المركز الثاني اللي هو ايضا الطاير علي بن حميد بن سيد بن بدر العليلي، المركز الثالث حشيم لاحمد بن علي بن مطر برقيبة الخاطري. هكذا النتيجة للثلاثة المراكز الاولى، ولكن التهنية والناموس نزفها الى مالك مزعج الذي خطف ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره دقيقتين او 10 ثواني. تهانينا لخليفة بن محمد بن خليفة الغفلي على فوزه الثاني، والنقطة الثانية تتسجل لهذا الشعار من خلال حضوره وزيارته لهذا الميدان في هذا اليوم. تهانينا للجميع.